رح نروح لفقرتنا الثانية لنحكي فيها عن المشكلة اليوم الأكثر خطراً على الشباب. صحيح. والمجتمع. كثير من الأشخاص بيلجأوا لتعاطي المخدرات نتيجة ظروف نفسية معينة، نتيجة ظروف اجتماعية كمان اليوم، لكن قديش له آثار سلبية على هذا الشخص وأيضاً على المحيط اللي هو بيعيش فيه. رشا اليوم أكيد مثل ما ذكرتي ليلى، هي مشكلة الشباب للأسف. يعني الظروف النفسية، الظروف بشكل عام ممكن تخلي الشخص يضعف ويروح لاستخدام هاي الأدوية وهذا المخدر كرمال أنه يهرب من الواقع، وكأنه اليوم المخدرات هي عم تكون المخلص وعصات موسى لنخلص من كل مشاكلنا. ولكن أيضا القانون كان له نظرة أخرى بالأشخاص اللي بيتاجوا واللي بيتعاطوا المخدرات. حنكون بتفاصيل أكثر عن هي النقطة ونحكي فيها مع ضيفتنا لليوم وهي المحامية هلا الرشيد. يسعد صباحك أستاذة وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يعني مثل ما ذكرنا صارت كثير شائعة، ومن كثير القصص أو المشاكل اليوم الخطيرة وخصوصا على المراهقين صار كثير في انتشار لهذا الشيء. خلينا بداية نحكي شوية المخدرات، وهل الأدوية اللي تنعطى لمرضى السرطان اليوم تحت صنف المخدرات ممكن ياخذها شخص معافى؟ هلا بداية إذا بدي أعرف أنا شو يعني مخدرات بتعريف بسيط، المخدرات هي المواد التي تخدر الجسم وتسيطر عليه بالكامل على تصرفاته وسلوكه وأفعاله. بالنسبة للمخدرات طبعا نحن دائما مرضى السرطان أو أي مريض بيتقدم للصيدلية، في طبعا نحن في كثير من الأدوية فيها المواد المخدرة، ودائما نحن بتقيدوا الاشخاص انه الصيدلي او الدكتور ما بيعطي الدواء لحتى تكون في وصفه الدكتور. تماما. يعني مشان هيك اللي بيعطي بدون وصفه الدكتور وخاصه الادويه اللي فيها المخدرات بياثر عليه وبتعاقب وبتلاحق قانونا. طيب خلينا نروح ل القانون ونظره القانون لكل الاشخاص اليوم. يعني وقت الشخص بيجي بلاغ او بنلقط مثل ما بيقولوا ومعه مخدرات اليوم قانونيا، كيف نظره القانون لهذا الشخص؟ طبعا هلا نحن في فرق بالقانون حسب الماده 40 من قانون مكافحه المخدرات. عندي الحيازه وعندي الاتجار والترويج. قبل ما ننتقل لهذا السؤال، في عندي انا انواع المخدرات، في عندي انا الهيروين، عندي الكوكايين، عندي القنب الهندي والحشيش والكبتاكون. يعني انا حابه بس اشرح شوي اكثر مشان دائما العالم تعرف بالهيروين. الهيروين بيؤدي للشخص اللي بيتعاطى الهيروين بيحس بسعاده، ببطء بالحركه. الهيروين بيأثر على جسم الشخص، عدم الاتزان الحركي، بصير تصرفاته غير إرادية، غير مبالي للأشخاص وغير مبالي للقانون اللي بيتعاطى الهيروين. بالنسبة للكوكايين أنا حابة شوي هيك بس فصلكم بالأنواع المخدرات، يعني جزء أنه ما في لقاءات ونحكى عنه. الكوكايين طبعا هي من أصعب وأخطر أنواع المخدرات. الكوكايين بيؤدي، بيشعر المتعاطي للكوكايين إما بسعادة فرح شديد أو باكتئاب بالغ بالكوكايين. طبعا اللي بيتعاطى الكوكايين بطريقة زيادة بجرعة زائدة ممكن يؤدي لتشنجات، لنوبات، لسكتات قلبية، سكتات دماغية، نزيف بالمخ. طبعا هي بالنسبة للكوكايين، هي بودرة بيضاء طعمها حد شوي للكوكايين. القنب الهندي، القنب الهندي او الحشيش، شلون بتعرفي انه هذا الشخص متعاطي الكوكايين او القنب الهندي او الحشيش؟ احمرار بالعين واحتقانه. بيأثر على الشخص كمان، عدم ما بيقدر يسيطر على اعصابه وعلى تصرفاته وعلى اشخاصه، وبصير عنده زياده شهيه للقنب الهندي والحشيش او الكبتاكون. هي بالنسبه لانواع المخدرات. طب خلينا نرجع نحكي عن، نرجع للقانون اليوم، هل بتختلف اليوم عقوبة المتعاطي عن عقوبة التاجر؟ طبعا اكيد نحن مثل ما حكينا هلا في العقوبات بين الحيازة المخدرات، اما حيازة بقصد التعاطي او حيازة بقصد الاتجار او حيازة بقصد الترويج. يعني في انا عندي فرق بين ثلاث انواع الحيازة. الحيازة بقصد التعاطي حسب المادة 40 طبعا عاقب عليها القانون مكافحة المخدرات، يعاقب القانون للمتعاطي. إذا بدي أعرف أنا بداية شو يعني متعاطي، هو الشخص الذي يتعاطى هذه المواد بشكل شخصي، لا قصد ربح ولا قصد لقاء مبلغ مادي. هي بالنسبة للمتعاطي، عقوبته الاعتقال المؤبد من 3 إلى 15 سنة،
والغرامه من 200 حتى 5 مليون. بس ولكن اليوم في ناس كثير بتكون تحت خلينا نقول التخدير والتعاطي، وبتحب اليوم انه مثلا تروح للطبيب المختص، ولكن بجوز القانون بخافوا. هل اليوم في اجراءات يعني للمتعاطي غير الحيازه غير المتاجره؟ أنا رح أحكيك الواقع. نحن الواقع المتعاطي لأول مرة القانون يعفى من العقاب. حتى الشخص المتعاطي لأول مرة إن حدا سمع عن المتعاطي أو الشخص اللي تعاطى وصلوا أهله للمصح، فهذا الشيء أنت بالنهاية عم المتعاطي نظر له القانون هو على إنه مريض. فكيف أي إنسان مريض أنت بتاخديه على الدكتور لحتى تعالجي؟ فالمتعاطي هو نظر له القانون هو على إنه مريض. بس نحن مضطرين لأنه مريض كمان نفرض عليه عقوبة ويكون عليه اعتقال من 3 إلى 15 سنة، ويمكن للمحكمة أن توقف تنفيذ هذه العقوبة وتحوله للمصحات، وبعد المصحات بس طبعا لا تقل عقوبته عن 6 شهور، يعني اجباري بده يضل موجود بالاعتقال لمده 6 شهور. هي بالنسبه للمتعاطي. المتعاطي هو شخص ضعيف مريض، دائما القانون نظر له على انه هو الانسان المريض اللي نحن لازم نوقف معه. ان مثلا اذا انا دريت شخص متعاطي خبر عنه، هو طبعا الاخباريه بتكون بشكل تام وسريه تامه، ما في ضرر له، هو ما عليه ضرر، هو مجرد انه نحن نعافي المجتمع من هذه المواد والمتعاطين، وخاصه جيل الشباب اللي احنا هلا شايفينه. تماما. اليوم في شباب صغار باعمار كثير صغيره، سواء شباب او بنات بالسن المراهقه، يمكن بالقانون بيسموا الأحداث. خلينا نحكي اليوم هدول شو عقوبتهم، سواء كانوا عم يتعاطوا او عم يشتغلوا تحت اي فئه نوع بالاتجار. هلا الاحداث في اشخاص كثير تحت ال 17، طبعا انا اذا بدي فرق بين الحدث من لحد ال7 سنين ومن ال7 سنين لل 15 سنه، من ال 15 لحد 18 بدنا نفرق بيناتهم. طبعا لل7 سنين ما عليه اي عقوبه، لا يلاحق قانونا ابدا. من ال7 لل 15 سنه يلاحق دائما. انا عندي الحدث هو عنده تدبير احترازي. بالنسبه للتعاطي، الشخص اللي بيقدم المخدرات المواد المخدره للحدث بيصل فيه للإعدام الأشخاص. يعني فيني أنا أقول إما مروجين أو المتاجر أو التاجر للمخدرات. فالشخص أي شخص بيقدم للحدث قد ما كان عمره 18 15 10 سنين عقوبته الإعدام دائما. يعني ما في هون أسباب تخفيفية أبدا. قد إيه نسبة اليوم المراهقين خلينا نقول تحت السن القانوني ممكن عندهم هيك حالات يعني تحت تأثير المواد المخدرة؟ هلا بصراحة بالفترة الأخيرة مثل ما بنقول من 4 5 سنين انتشرت المواد المخدرة بشكل كتير كبير، يعني على مستوى الجيل الجديد ال 17 سنة أكثر شيء نحن عم نشوفه. للأسف بيتغرر فيهم كثير. إنه عمر 16 17 سنة إما دخان أو مخدرات أو حشيش. طبعا أنا أول شغلة بدي أقولها هنا رفقات السوق. هو رفيق السوق يلي عم يأثر على الأطفال على الحدث. وفي اشخاص بيقدموا اسمه ترويج، اللي انا بعطي مواد مخدره دون مقابل. يعني انا هون تسهيل للمتعاطي. فالشخص المتعاطي وقت بيجي الماده فاجباري بده ياخذها بسهوله. هون مراقبه الاهل هي الاهم، يعني دور الاهل خلينا نقول المجتمع اللي حوالينا. اليوم في اشخاص ممكن يلقطوا معهم كميه ولو كانت قليله من المواد المخدره بغض النظر عن النوع، هل هذا الشيء يعتبر حيازه او تجاره؟ تمام. هلا اجباري قانونيا طبعا. قانونا اي ضابطه عدليه بتشوف مواد مخدره مع الشخص بغض النظر قليله او كثيره او قليله. الفكره انه نحن دائما لما بلقط شخص معه مخدرات فهون اكيد رح يكون بقصد اما تعاطي او تجاره. فرق بين الاتجار، اذا بدي اعرف لك انا شو يعني تجاره المخدرات. تجاره المخدرات واللي هو حيازه المخدرات وتقديمها وتسليمها للاشخاص بقصد الربح ولقاء مبالغ ماليه كبيره. تمام. هي بالنسبه لتاجر المخدرات. التعاطي الترويج، الفرق ما بين الاتجار والترويج هو بيقدم المواد المخدره دون قصد الربح. فهون في فرق بين التاجر وبين الترويج. طب اليوم ممكن انه في حالات معينه يشفى منها المتعاطي لاي حد، او حسب الاعمار او حسب درجه التعاطي او المده اللي كان يتعاطى فيها؟
صراحة حسب الواقع في كتير أشخاص تعافت. يعني في أشخاص عنا على مستوى الواقع العملي لأن أول ما بتتوقف عبارة عن 6 شهور بقصد التعاطي مثل ما حكينا نحن على الاعتقال المؤبد من 3 إلى 15 سنة ممكن توقيف هذا الحكم، عم تتعافى من أول 6 شهور. المتعاطي بيتعافى فورا، يعني لانه لك هي المواد بتطلع من الجسم، يعني انت واحد بيحتاج لما انت بتكوني بحاله علاج وشفاء تام فاجباري بدك تتوجع، بس بنفس الوقت عم يصير حالات شفاء للمتعاطي، وخاصه بركز على الشخص المتعاطي لاول مره بيتعاطى المواد سرعان يعني سهل شفائه. طيب نحن متعودين بكل فتره على مكرمه باصدار عفو عام او يعني او خاص خلينا نقول يعني بيشمل الكثير من الجرائم، هل اليوم هذا العفو ممكن يشمل تجاره المخدرات او الادمان؟ طبعا العفو اللي طلع هلا من شي اسبوع، دائما نحن العفو بيشمل المتعاطي لانه نظر القانون للمتعاطي على انه مريض، اما الاتجار ابدا ما بيشمل العفو، ما بيشمل التاجر الاتجار بالمخدرات ما بيشمله العفو. تمام، لانه بدنا نحكي النقطه الاساسيه، المتعاطي هو انسان مريض والتاجر هو الانسان اللي عم يخرب المجتمع، التاجر ولا اللي بيزرع المخدرات ولا اللي بيهرب المخدرات او في عنا صناعه المخدرات، هذا كلاته اعدام وبيؤدي لحالات تدهور المجتمع يعني على مستوى المجتمع كله. فالعفو دائما بيشمل فقط المتعاطي. الاسبوع الماضي لما طلع سياده الرئيس لما طلع العفو شمل العفو على المتعاطي، العفو بس المتعاطي اجى ما شمل التاجر ابدا. طب اليوم هلا ذكرتي انه في اشخاص فعلا تعافوا وشفتهم، في اشخاص عم نشوفهم او عم نسمع عنهم بمجتمعنا فعلا تعاقبوا تعافوا بعد ما خلصت العقوبه تبعهم، طلعوا ورجعوا لحياتهم الطبيعيه، رجعوا لنفس الموضوع، شو بيكون هون السبب؟ ممكن انه العلاج ما يكون صح؟ لا، التكرار ورفقات السوء. دائما احنا برجع باكد لك على رفقات السوء يلي هي اهم نقطه، رفيق السوء يلي بيشدك على المواد الحشيش، تعال حشيش تعال ناخذ كذا، يعني هون اللي بيأثر. اما الشخص هو بصير عنده تكرار، وقت تصير حاله التكرار بنرجع على الاعتقال المؤقت للشخص المتعاطي. بس كبدايه الشخص المتعاطي لاول مره، اذا انا بدي اقدم له النصيحه للشخص المتعاطي لاول مره، اهله كيف انا مثلا وقت ابني بترتفع حرارته بمسك ايده باخذه على الدكتور رغم اني بشوفه مثلا عم ياخذ ابره او مفتح له وريد وانا شايفته انه ابني عم يتعذب، بس انا بالنهايه متحمله عذابه مشان هو يطيب. نفس الشيء بوجه انا النصيحه للاهالي يلي بيشوفوا ابنهم عندهم تعاطي لاول مره او بدايه التعاطي بالحشيش والمخدرات، يمسكوا ايدهم. عندنا مصحات بكامل السريه ما حدا بيدرى فيها، يعني ابدا مو مثل مو نحن شائع انه بصير عليه عقوبات ومشاكل، ابدا ما بصير لاول مره، باكد انا المتعاطي لاول مره ما عليه عقوبه ابدا، وبشكل سري بتام بيصل للمصح بيعالجوه بشكل سري، وبس هن الغايه من هذا الموضوع الشفاء تماما وحمايه المجتمع من المخدرات. دائما يمكن نظره الاهل او خوف الاهل من نظره المجتمع بتخلي هذا الشاب عندهم او المراهق في حال عرف الاهل انه اليوم ابنهم تحت تاثير المخدر روحوا للتصرف خلينا نقول العقاب، يعني العقاب الاسري بعيدا عن انه ياخذه على طبيب مختص، يعني بيقول لك بلا الفضيحه هاي بالعاميه مثل ما احنا عم نقول. ولكن احيانا خلينا نركز اليوم جيل الشباب او المراهقين هن الاهم اليوم، يعني في حال كان في عقوبه عليهم ودخلوا ليقضوا عقوبتهم، كيف عم يتم قانونيا التعامل معهم؟ هل في داخل اثناء العقوبه خلينا نقول ارشادات اصلاحات مراكز اصلاحيه ضمن السجن؟ أنا مصحات تماما بيستقبلوا أول شيء الأهل والمتعاطين بكل ود وبكل، كيف أنت وقت بتفوتي على أي مشفى إنسان مريض فهو بيتعاملوا معه بكل محبة بكل مودة بكل تقديم، بيرجع بقول لك أنا بالسرية التامة وبكل هدوء، يعني هنا بيعاملوه على أنه إنسان مريض بيعافوه، بيستقبلوا الأهل وبيخلوهم عنده بالمصحات، بيخلوهم إما 6 شهور أو حسب الحالة، يعني اللي هن متعاطين مثل ما حكينا حسب المواد اللي هن عم يتعاطوها الأشخاص المتضررين، يعني بيشتغلوا على تأهيلهم نفسيا صحيا داخل تماما، هن بيتعاملوا معهم على كل الاتجاهات صحيا ونفسيا، واهم شيء العلاج لهذا المريض المتعاطي.
بالنسبه للاهل بالعكس شيء. احترام للاهل وتقدير وما في مسؤوليه. انا برجع باكد لك ما في مسؤوليه لاي شخص بيقدم اولاده لاول مره للمصحات، ما في مسؤوليه قانونيه ابدا. قديش اليوم غلط سكوت الاهل عن هذا الشيء بسبب خوفهم على ابنهم؟ لانه الشخص اللي عم يتعاطى ولما بيوصل لمرحله الادمان كثير حالات بنسمع عنها بيوصلوا للسرقه لحتى يحصلوا او يشتروا هي المواد. قديش اليوم غلط اليوم يسكتوا الاهل على هذا الشيء بخوفا من العقوبه او من السجن على ابنه؟ دائما الاهل بخافوا على اولادهم، بخافوا بس هذا خوفهم هو اللي عم يدهور ابنهم. بالنهايه انت عم تخسر ابنك، عم تخسر وجه الشباب، ما رح يضل بس متعاطي، رح ينتقل لقصص ثانيه تماما، وخاصه وقت بتسهل على الامور فهون رح ينتقل لقصص بدهوروا وضعهم بيتهم. اول شيء بتبلشي من نفسك تمام، لاسرتك لبيئتك لمجتمعك، يعني انت عم تدهوري مجتمع كامل لما انا بدي اسكت عن ابني. فنحن دائما لازم يكون عندي توعيه بهذا الموضوع، لانه موضوع صار شائع وكثير وعم يكتر موضوع المخدرات للأسف. هو أصعب خلينا نقول أو السلاح الأهم بتدمير أي مجتمع اليوم أنه يدخل اليوم مو بس الموضوع التعاطي مثل ما حكيت ليلى، ونعرف كلياتنا أنه الموضوع بده يتطور عند هذا الشخص ليقدر يحصل على هاي المادة. هو عنده استعداد للقتل اليوم ليقدر يجيب مصاري اليوم، هيك بنصائح قانونية للمتعاطي للتاجر اليوم. شو بتحب تقولي للأهل قانونيا؟ نحن دائما نحن بنحب نضوي ونريح الأهل. اليوم بجوز أي حدا عندهم حدث يغلط، فهذا الغلط ممكن يتصحح بخطأ آخر قانونيا اليوم، ونصائح قانونية منك أستاذة. هلا بالنسبة للشخص المتعاطي يحاول يبعد عن رفقات السوء اللي هن ساعدوه أول شيء لحتى استعمال هذه المواد لشخصه، يبعدوا عن رفقات السوء. هي أول نصيحة. دائما أنا راقب ابني مع مين عم يروح مع مين عم يجي، كيف عم بيروح، شو عم يعمل. لما ابني بيطلب مصاري زيادة ليش عم ياخذ المصاري وين عم يروح فيها؟ أنا لازم راقب. المراقبة الأساسية من الأهل هي اللي بتحافظ على المجتمع وبتحافظ على جيل الشباب. مراقبة من الأهل. الشخص المتعاطي يبعد عن هذه المواد، انه هي اساسا بتاثر على جسمه وعلى جسده وعلى تاثيرات عقليه وفكريه. مثل ما حكينا نحن اللي بتعاطي الكوكايين، الكوكايين بياثر لتشنجات وايام سكتات قلبيه وسكتات دماغيه ونزيف بالدماغ. يعني انت بالنهايه عم تدهور حالك، عم تدهور صحتك. الاهل بيتعبوا بيشقوا بيكبروا بيربوا لحتى يجي رفيق السوق يقدم لهم هي المواد، فهذا الشيء كثير خطا وكثير في اهمال من الاهل لابنه لما بيشوفوه هو متعاطي لهذه المواد وبيسكتوا عنه وبيقدموا له المصاري بدون ما يعرفوا شو سبب المصاري اللي عم ياخذها الشخص المتعاطي. تماما، يعني بالختام نقول دائما الدور الاكبر للاهل. تمام، المراقبه الاساسيه للجيل الشباب خاصه الجيل من ال 15 ل 18 سنه مثل ما بنقول أكثر عمر. تماما اكيد، وهو الاهم، هو اليوم خلينا نقول هو يعني اساس المجتمع لبكره، يعني جيل المستقبل بعد السنوات اللي مرقنا فيها. ان شاء الله هيك بصي الصحه والسلامه للجميع، وبنشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات القانونيه اللي ذكرتي. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لحضورك المحاميه هلا رشيد وعلى المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى السلامه لجيل الشباب كلياتهم ولاطفالنا كمان. شكرا لك.